رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، نرحب فيكم من جديد، ويسرنا الآن أن نتواصل عبر الهاتف مع الدكتور أيوب الأيوب خبير التنمية البشرية، وراح يكون حديثنا عن بعض القيم الإنسانية الجميلة مثل التسامح والعفو والتعايش. يعطيك العافية دكتور أيوب، والساعة المباركة، وكل عام وأنت بخير. واليوم فعلا نحتاج جرعات سعادة معك وجرعات إيجابية، مساك الله بالخير، ونقول يا هلا ومرحبا فيك، ونتكلم عن التسامح والعفو دكتور. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء عيدكم مبارك علينا وعليكم. كل عام بخير ويا رب يعود عليكم وعلى الكويت بالصحه والسلام، وان يعني عاد الخيرات صاحب السمو الله يطول عمره يحفظه ويشافيه ويرد لنا سالم غانم. اللهم امين. احنا اليوم الموضوع بيدور على شيء وايد حلو، والعيد العيد وقته ما شاء الله اللي اخترتوه الموضوع يعني من افضل المواضيع خاصه في العيد. صحيح. موضوع بالذات التسامح والصف والعفو. صحيح. الحلو الميكروفون عندي ندردش. تفضل تفضل. تمام. احنا اول شيء ثلاث معاني اللي اخترتوها صراحه يعني في مكانها كلها تشترك في شيء وهو التجاوز عن الخطأ. طبعا مرور سريع العيد، احنا ما نبي نخليه محاضرة، لكن مثلا كلمة العفو تعني هذه بس بروحها معناها عجيب، طمس الخطأ. والله يا جماعة لاحظوا طمس الخطأ، تخيل إزالته، هذا في التعاريف يعني العلمية، طمس الخطأ إزالته، ان يا واحد يمحوه، تخيل يمحوه يشيله من وجه الأرض، يعني يشيل الخطأ. لما اني حق الصفح ترك اللوم، يعني واحد يقول حق واحد سامحتك بس انا قبل لا اسامحك ترى في شيء بقوله لك ويسمعه، اما الصفح لا يعفو بس ما في لوم. والتسامح نفسه، كلمه التسامح او السماح عجيبه هالكلمه، قلب التسامح هو التساهل مع الطرف الاخر، معناها اللين، تخيلوا يا جماعه، ومعناها الكرم، هالكلمه بروحها معناها العطاء، ومعناها التساهل والتغاضي، معناها بذل عطاء بدون فرض ولا واجب، والجود حتى من تعاريف العطاء بكرم. الواحد لما ياخذهم كلهم يتذكر فيها موقف، والله العظيم احنا بعيد، فرصه من خلال تلفزيوننا الرائع، فرصه بيوم العيد نقول حق الناس خلنا نجرب شيئين، نجرب دخله الرسول عليه الصلاه والسلام مكه، اللي لقى فيها ما لقى فيها في وقتهم من اهل قريش، اذهبوا فانتم الطلقاء. لا ليش ولا قال لا تعالوا خلينا نصف الحسابات اول، نسيتوا. والموقف الثاني يوسف عليه السلام اللي اخوانه قطوه في البير، وهو ما غلط مسكين، بعدين ايش قال لهم؟ من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي صار اللي صار، مع انه والله ما غلط مسكين، يعني اذا صح التعبير باللهجه الكويتيه عليه السلام، ما غلط ولا له دور ابدا، حط روحه وياهم. من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، واحنا بالكويت شنو الكلمه المشهوره عندنا؟ يقولون فلان نزغه. صح. يدور طلايب، يفتن، يسوي مشاكل. مشاكس دكتور. مشاكس. احنا اليوم يوم عيد. اذا الاخ بيقول لا انا ما سامح اختي، لا ابو تعالي، شلون يومينا بنوزع التركه؟ انت سويت كذي. والاخ ما يسامح اخوه، شلون يوم العيد ذاك اليوم؟ ما اعطيت عيالي عيديه ولا عزمتكم ما جيتوا؟ اذا تخلف هالسوالف طلعوا من هالدائره الصفح. وربنا سبحانه وتعالى والله اعطانا اسم يستاهل، هذا يحد يكون شعار حق الامم المتحده بكبرها، فصفح الصفح الجميل. الصفح بروحه حلو، الجميل مره واحده. فاليوم يا جماعه الخير زعلان مع عيال خاله، متهاوش في الدواريه مع ربعه، زعلان جاره ليش بنى وما شاء الله انقاض من قدام بيتهم، ومسلسل اقلبه في التوافه، يوم حلو ويوم عيد وايام حج، وافضل ايام يعني في الدنيا هالعشر الاوائل من الحجه، ودخلنا سيد على العيد. فوالله النفوس تتصافه، تتذكر هالمعاني هذه ثلاثه اللي قلت اللي هي مليانه تشع نور وتشع ايجابيه. نعم. دكتور أيوب، احنا طبعا خلال التنشئة الاجتماعية لأبنائنا في البيت، وحتى ان احنا يعني لما أهلنا كانوا يربونا واحنا صغار علمونا على التسامح والقيم الجميلة هذه،
ونحن احنا نكبر على هذه القيم الجميلة ونمارسها في حياتنا. لكن في احيانا بعض النماذج من البشر ما يقدر انه هو يتسامح. السماح عنده او التسامح عنده يكون صعب نوعا ما، فنبي نعرف ليش بالضبط. اهم سبب في عدم التسامح هو موضوع الانتقام. اللي ما يسامح ما برد حرتها للحين، يبي ينتقم. والا اذا يعني بعض الاشخاص يقول له سامح، لا ليش انتقام؟ لا لا مو انتقام، هو قاعد يتهرب، هو انتقام، يبي يتشفى. التسامح يعني مو ابدا سطر جديد، يعني خلص ولا قلب الصفحه مثل ما شفنا معناها. الطمس اللي صار يطمسه يمحوه. اما اللي قال للحين ما ابي اسامح هذا مو. وفي حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، حديث في صحته كلام في مسند الامام احمد، خير الناس ابطاهم غضبا اسرعهم فيئه، يعني اللي سامح بسرعه. لو زعل زعله بطيء، مو كل شيء زعله، لكن سريع الى التسامح والعفو. اي واحد للحين يقول ناس ماني قادر اسامح، معناها يبي ينتقم ويبي يطلع من الدائرة الجميلة اللي الله سبحانه وتعالى بشر فيها الناس، يعني المتسامحين والعافين عن الناس، أجرهم عظيم يوم القيامة. والعافين عن الناس، لو فكر خل أدخل دائرة العافين عن الناس، طيب والحرة اللي صارت خلاص عفى الله عما سلف. وأنا أظن الكويت مو بس كأهلها يعني طيبين، الكويت كدولة ادخلت في الدائرة، دخلت الكويت عدل والعافين عن الناس، يعني سجلها لهم التاريخ يعني. فننصح اليوم بعضنا وأبناتنا وأولادنا، خلاص يعني باللهجة الكويتية، خلاص ليش عاد تسامح ويوم عيد؟ إذا ما يتسامح يوم العيد متى يبي يتسامح؟ خلي يدخل كذي، خلي تنب يعني يبي يهرع إلى هذه الدائرة اللي الله سبحانه وتعالى حسن الروح لها والعافينا عن الناس. نعم دكتور أيوب، أنا ودي أستفيد من وجودك معنا في هذا البرنامج. يعني طبعا أعطيت مثل ونموذج واضح أن دولة الكويت سامحت أيام الغزو العراقي، سامحت الغاشم على دولة الكويت، فهذا واضح وضوح الشمس مثل ما يقولون. نعم. هذا على غرار طبعا الدولة كنموذج. دكتور، الأثار السلبية المترتبة على عدم التسامح في حياة الإنسان الصحية. أوه شيء عجيب يا جماعة. أنا مو بس يعني في كتاب اسمه العفو خير لكم، وهو مترجم حق دكتور فريد بلوسكن، هذا بس لو يقرأ الواحد عشان يربط، يعني مو بس الكلام العام اللي نعرفه. احنا نعرف كلام عام ان الحالة النفسية تنعكس على البدن والعكس، هذه ثابتة علميا يعني. بس هذا قاعد يقول عن التسامح على وجه الخصوص، يقول الناس اللي يسامحون أقل مشاكل صحية من غيرهم. يقول العفو يؤدي إلى ضغط أقل في الحياة، يقلل ضغوط الحياة، والعفو يؤدي إلى تقليل أعراض الضغط البدنية. واللي ما يعفو يعني معرض أكثر لأمراض القلب. يعني لسه من الأشياء الصحية جدول وقت، بس شو قاعد يسوي فيه؟ شو يسوي العفو في جسمنا من أشياء إيجابية، وشو يسوي عدم العفو وحب الانتقام شلون انعكس على جسمنا؟ من امراض القلب والاوعيه الدمويه، الله كافي شر الجميع، والسرطان. هذا اللي ما يسامحون يعني عرضه اكثر حق هالسوالف. واللي يسامحون شيء وايد حلو، اللي يسامحون يتقوى جهاز المناعه عندهم، خف التوتر العضلي. شوف العضلي معنا، شوف الحين تدخل العضله بشيء نفسي، وضغط الدم يكون احسن عندهم. فهذه فرصة، احنا مو بس نقول نبي نسامح عشان يصير جسمنا احسن، هذه فوق البيعة. نقول له نسامح عشان اول شيء الاجل العظيم رب العالمين، واثنين عشان المجتمع يعيش بسلام، ولا يتقاطعون الناس جار مع جاره، ولا في المحاكم في دعاوى والله العظيم عدد منها. وانا انا انا يعني انا ادرس كل الحقوق، 70% من اللي في المحاكم من الدعاوى يعني على اسباب ما لها معنى، 30% صح. هال 70% حط ايدنا بايد بعض ويروح يشطب الدعوة، يروح يتنازل، يروح يقول هوين، يروح أجارة. فأنا أعتقد هذه فرصة نستفيد نفسيا ومجتمعيا وبدنيا. نعم
دكتور أيوب، طبعا الحديث جميل وله حلاوة، يعني ما في أجمل من أن الإنسان يكون متسامح في حياته وما يقف عند المشاكل والعراقيل اللي يعني اللي قد تعيقه عن أنه هو يكمل في حياته أو يحمل معه مشاكل ومشاعر سلبية قد تأذيه في المستقبل. كل الشكر لك دكتور أيوب على هذا الكلام الجميل، أثريتنا والله العظيم، شكرا لك. الله يعطيك العافية وإن شاء الله من عواده. تسلم. يا رب أسامرك طول. البرنامج الحين اللي سمعونا يا رب أنه يتسامحون ويطمسون بدون لوم، يطمسون اللي صار ويبدون صفحة جديدة. تسلم، شكرا لك. بارك الله فيك دكتور، دائما أنت جرعة سعادة وإيجابية أينما كنت، عساك على القوة وعساكم من عوادة دائما، ويعطيك الصحة والعافية، دائما مثري في مثل هذه الحلقات. بعد أن نكون قد وصلنا معكم مشاهدي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مساء الخير الكويت، نلتقي معكم إن شاء الله في الغد مع زملاء آخرين في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة مساء الخير لهذا اليوم، على أمل أن ألتقيكم من جديد. أترككم في حفظ الله ورعايته ومعه.